احكي لنا اكثر عن اتيكيت الزيارات نادين. خلينا نمسكه من الاول خالص من البدايه. انا لما بحب ان انا اعزم حد المفروض ان انا اقول له قبلها على الاقل بثلاث ايام. لكن لو قبلها باسبوع او اكثر عشان يعمل حسابه ويبقى في مساحه يقبل او يرفض او ننسق مع بعض اليوم هيكون ازاي. مين بقى الناس اللي انا بعزمهم؟ اخواتي، قرايبي، اصحاب، زمايل في الشغل، جيران، فعلى حسب هم مين. مين فينا اللي هيعزم، انا ولا انت؟ تعالي نعمل. خلينا نعملها. انت بدك تعزميني. انا اللي هعزمك. فبتصل بيكي قبلها على الاقل بثلاث ايام وبقول لك انا منتظراكي في اليوم الفلاني الساعه كذا. على غدا، على عشاء، ايا كان اللي احنا هنتفق عليه. فالمفروض ان انت بتردي عليا وبتعرفيني اذا كنت جايه وبتاكدي عليا او بترفضي، فخلاص عشان انا ما اعملش حسابي وانتظر. انا بقى هستقبلك. اجهز ازاي؟ اجهز البيت كله لاستقبالك. حلو. البيت يبقى مفتوح ومتهوي، مش رشة حاجة، متنظف، الإضاءة بتاعته كويسة، وأنا جاهزة بأيا كان اللي أنا هقدمه. سواء عصاير فريش ومعمولة وضايقاها متأكدة منها ومحطوطة في التلاجة. بجهز أنا هقدم في إيه. سيرفينج بليس. بالظبط كده. الحمام يكون نظيف، لأن وارد إن كتير يدخلوا الحمام. بنبه على الولاد إن لو أنا هقعد أنا وإنتي ومش عايزة إزعاج، لو سمحتوا ما تخرجوش من الاوضه بتاعتكم. لو انت معاكي ولاد فاحنا بنتفق هم هيقعدوا فين مع بعض وايه الحاجات اللي هيتناولوها او هيلعبوا بيها. حته الولاد دي هنتكلم فيها بعدين. نتكمل انا وانت لوحدينا بدون العيال. انا وانت لوحدينا. فانا بفكر، انا عارفه ميولك ايه، اتجاهك ايه، فببقى عامله خطه. وبجهز قبل الميعاد وبستقبلك. ببقى لابسه لبس كويس مناسب لاستقبالك. مش انا بطبخ وافتح لك الباب وتعالي اقعدي. ما ينفعش، غير مقبول. زي ما بيتي جاهز لاستقبالك وانا عامله خطه ان انا اضيفك الضيافه بتاعتك، انا كمان اكون جاهزه واستعد، وبمجرد ما انت تخبطي على الباب انا بروح افتح الباب واستقبلك بنفسي. مش الولاد ومش حد بيساعدني. لازم انا. وارحب بيكي وبابتسامه عريضه، اهلا وسهلا ونورتي، وباخدك انا اللي برشدك وبوديكي للمكان المفروض ان انت تقعدي فيه. انا انت بتقعديها بالحته اللي انت مرتاحه فيها عشان هي كمان ترتاح. بالظبط. ولو انا ما عملتش ده، يعني قلت لك اتفضلي وسبت المجال مفتوح، فالمفروض ان انت بتختاري المكان اللي مش كشفه فيه البيت. بالظبط. انا اذا حدا خارج من الحمام الكوريدور يبقى في نوع من خصوصيه. وما ينفعش ان انت تتحركي معايا في البيت الا اذا انا طلبت منك. صح، مظبوط، خليكي مكانك. ده كده مبدئيا. بعد وصولك بحوالي 10 دقائق وبرحب بيكي واهلا وسهلا، انا بكون مجهزه اللي انا هقدمه لك. سواء مثلا عصير او شوكليت واحنا قاعدين مع بعض، وبيتقدم مع المشروبات السخنه لو انت حابه حاجه حلوه او شيء. فانا بكون عامله الخطه ومش بسيبك واقوم اعمل العصير. انا مش عايزه اضيع وقت. مزبوط. انا جاهزه لاستقبالك. اقول بقى الدور عليكي، انت المفروض تعملي ايه؟ Exactly. بتجهزي وبتلبسي لبس مناسب للمكان اللي انت جايه والتوقيت اللي احنا فيه. بالمفروض ان انت بتروحي تجيبي حاجه حلوه بنتشاركها احنا الاثنين مع بعض، بما انك داخله لاول مره البيت عندي. لو كان معاكي ولاد ده حوار، المفروض ان في نظام انت بتقولي لهم هنعمل ايه، هنتصرف ازاي. ولما بتيجي بتقعدي في المكان اللي انا بوجهك ليه ونتبادل اطراف الحديث. لو انا او انت جالنا مكالمه تليفون تستاذني قبل، لو مهمه فانا بستاذنك وما قل ودل، انا بخلص المكالمه واجي لك بسرعه. وما ينفعش ارد كده، انا ببعد عنك مش اقل من 2 3 متر. عشان برضو خصوصيه. ولو انا قبل ما انت تيجي وانا منتظره مكالمه مهمه جدا، فانا بعد ما بتقعدي وبسال عليكي وعلى الولاد والاخبار بقول لك معلش بستاذنك انا جالي مكالمه مهمه جدا مضطر ان انا استقبلها. عشان ما يصحش ان انا كل شويه في ناس بيكونوا قاعدين خلاص اكنوا قاعدين مع بعض بالجسد بس روحوا مكان ثاني. يعني ده حتى لو انا جالي مكالمه فانا على حسب اهميه الشخص اللي بيتصل. مزبوط. وما قل ودل لغايه اما نخلص القعده اللطيفه بتاعتنا. وبعدين اروح اشوف اللي انا عايزاه.